دونك لنا فما كميات، فما شكون خازن 400 500 طن دقله، فما شكون خازن معناتها فما بيوت ترعب لنا في الساحل بالدقله. اذا كان وزاره التجاره ما تزودش بها الاسواق ويقعدوا كالعاده المثاربين يحكموا من فريقواتهم ومن بيرواتهم قداش يهبط السوق وما يبيحش المسائل القانونيه، باش تلقى الدقله ب 12000 وب 14000. اللي هي ماهوش لوجيك. احنا في تونس ننتجوا في كميات كبيره نتاع دقله، الوكيل التونسي ياكل الدقله في رمضان ب 14 دينار وب 15 دينار، ونأكد لك ما فما حتى كيتونس تدور في الدقله، لا في البلاد العربي لا شيء، فاتورات معناتها غير قانونيه وقاعد غاضبين عليهم الطرف بشكل كبير، الكل تخدم حوانت الدقله ما تنجمش تفي في وقتها، اما اجى الانتاج اللي هو تو متواجد في الفريقوات ويتقيم ويتشد ويتحسب بالغبن. خلينا من الدقله، نجيو مثلا اتيك البنان، فما ناس معناتها كبار في السن وكذا معناتها اللي يساعدهم كعبه البنان من الفرويه اللي هي تبدا سوبل ومعناتها تلقى استهلاكها. اليوم هكا دونت بنان ب 75 دينار، شكون يحدد في سوق البنان؟ وين الامبورتاسيون؟ وين المزودين اللي ياخذوا لوتوريزاسيون من عندكم باش يدخلوا لنا البنان؟ فين يبيعوا فيه البنان؟ علاش ما تفرضش عليه يمشي للمسالك القانونيه؟ علاش البنان في كامل الاحوال الكل من غير كيتونسات؟ علاش اما امون كاغاني الناس الكل ساكت عليه؟ فلوس ياخذوا فيها خمسه سته من كبار التجار مئات المليارات وساكت عليهم الناس الكل. ولا واحد يتعاقب ولا واحد يتسائل ولا واحد قاعد يبيع بمسالك قانونيه. عندك البنان نتحداه اي مسؤول لنا تبقى لي كيتونس من في اي عطار وفي اي خضار. كيتونس نتاع بنان، كيتونس قانوني، البنان مش معفى من حتى اداء، والساده اللي تجي فيه تضرب معناتها في بارش بنفيسيات ش عندنا فيهم ربي يعينهم، اما علاش فما غلط طرف رهيب؟ لو كان اي معناتها منتوج اخر مولاه يقول لك الفلاح اون ديفيكولتي تدخل له بالسيف بيعه في المارشي دو جروب، ويلزمك هذاك الاقتطاع وهذاك القانون. كيف كيف نجيو الاسعار الباكورات معناتها ضامن الشهر الجمعه الاولى انت نتاع رمضان الطماطم مش باش تلقاها ب 3000 و 2000 ونص، اكش ضامنها الجمعه الاولى؟ مثلا الوهم نعرفوا احنا وقتاش تبدا لو ديبي باش تطيح معناتها في بريود دو كرو غامضه. واذا كان ما فماش نحكيو كلير، اسواقنا غير منظمه، مسالك التوزيع منفلت انفلات غير عادي، ما تنجمش تسيطر على حتى ساعه، نظرا ان السوق الموازيه تمثل الاغلبيه شامل. اذا كان انت جيت في فتره حساسه كيما كيكا وتلقى الطماطم سيدي ب 3000 والبطاطا ب 3000، شو باش تعمل؟ باش تهبط الجيش يدور من حانوت لحانوت؟ باسكو السلع ماهيش تدخل لاسواق الجمله، باسكو مسالك التوزيع. عملنا دراسات احنا للتهيئة مسالك التوزيع حتى في سوسة، وشاركت معنا وزارة التجارة والكيكا ووزارة أخرى، وعملنا معناتها حددنا النقائص وعملنا معناتها أناليز كاملة وكيفية الأسلحة، بعد الكل تمشي للرفوف. علاش مشيت للرفوف؟ علاش رقدت؟ علاش ما بديناش نصلحوا؟ علاش الوضعية اللي احنا فيها عملناها وللوقت هذايا هي بيدها عاولوها سنين؟